أخيرا انتهى موسم 2022-2023 من الدوري المصري، موسم بدأ يوم 18 أكتوبر 2022 وانتهى يوم 26 يوليو 2023. 9 شهور أكيد مر فيهم أيام لطيفة من غير مشاكل ولا خناقات ولا اتهامات ولا مؤامرات، حتى لو كان عدد الأيام دي قليل. بس برضو للأسف كان في مشاكل استمرت معانا من بداية الدوري لحد نهايته من غير ما يبقى واضح إننا هنخلص منها قريب. ودلوقتي بعد مرور سنتين من تولي رابطة الأندية إدارة مسابقة الدوري، بقى من حقنا إن احنا نسأل عن شوية حاجات لازم لها تطوير، نطلب منهم إجابات عليها قبل بداية الموسم الجديد. أول الحاجات دي جدول معلن. أول انطباع ممكن تاخده عن مسابقة الدوري هو مدى قدرة المسؤولين عنها على تقديم أبسط الحاجات، يعني إن هم يعملوا القواعد الثابتة الموجودة في أي مسابقة دوري. وأبسط القواعد الثابتة دي هو جدول معلن للموسم من قبل بدايته. من حق كل الأندية إن هي تعرف الدوري هيبدأ إمتى، ماتشاتها المهمة إمتى، والدوري طبعاً هينتهي إمتى. من حق المدرب إن هو يلاقي إجابات على الأسئلة دي علشان يخطط صح الموسم الإعداد بتاعه قبل بداية الدوري، يرسم سيناريو للطريقة اللي هيمشي بيها الموسم مع مشاركته في بطولات تانية علشان ما تتفاجئش بانسحابه من كأس الرابطة علشان مش لاقي لعيبة يشاركهم. دي حاجات بتساعد إدارات الأندية على التسويق لنفسها والبحث عن موارد جديدة بدل الشكل اللي ظهر بيه أغلب فرق الدوري الموسم ده وتيشيرتاتهم من غير رعاة. فلحد دلوقتي احنا اصلا لسه ما حددناش ميعاد بدايه الموسم الجديد من الدوري، رغم ان احنا في شهر يوليو المفترض تكون قرعه الموسم الجديد اتعملت اصلا. عدد ماتشات واحد، ابسط قواعد المنافسه ان كل فرق الدوري تكون لعبت نفس عدد الماتشات وقت ذروه المنافسه، ودي حاجه نادرا لما بتحصل عندنا في الدوري المصري. فرق الدوري كلها خدت اجازه بعد نهايه الجوله ال 34 والاخيره من الدوري باستثناء الاهلي وبيراميدز والمصري. الاهلي فاز بالدوري قبل نهايه المسابقه بعدد ماتشات اقل من المنافسين، دي حاجه طبيعيه بتحصل في اي دوري في العالم، لكن مش الطبيعي ان الاهلي يكمل الدوري بعد نهايته علشان عنده مؤجلات. الطبيعي تخلص المؤجلات الاول علشان كل الفرق تتساوى في عدد الماتشات قبل جولات الحسم، علشان ما تضرش بمبدا تكافؤ الفرص بين الفرق خصوصا المنافسين على قمه الدوري، المشاركات القاريه، او حتى النجاه من الهبوط. مفهوم طبعا ان بيقابلك احيانا مشاكل بسبب مشاركات الفرق الخارجية وده بيطول من عمر المسابقة، لكن بنود واضحة في اللايحة تحدد امتى يكون التأجيل اللي المفترض يبقى في أضيق الحدود عمره ما يوصلك للأزمة دي. وده ينقلنا لحاجة تانية محتاجينها في الدوري المصري، لايحة واضحة. لايحة واضحة للدوري مسطرتها واحدة بتتنفذ على الكل. طبعا في لايحة موجودة للدوري، لكن علشان مفيش موقع رسمي لرابطة الأندية صعب جدا ان انت توصل لللايحة دي. ولو دخلت على موقع اتحاد الكرة هتلاقي تشكيل لرابطة الأندية اللي كانت صورية سنة 2016 من غير اي تحديث للموقف الحالي. وبسبب الغياب ده انت سايب جمهور الأندية ماسك في بعضه وماسك في الإعلاميين وماسك في اي حد ممكن يقول رأي، لأنه أكيد هيتوافق مع جمهور ويتعارض مع جمهور تاني، والسبب إن محدش عارف اللايحة بتقول إيه. مشاكل قابلتنا طول الموسم زي الملاعب، عوائد البث، عدد الجمهور، آليات بيع التذاكر، تنتهي لو اللايحة واضحة وبتتنفذ على الكل بشكل مميكن. ده طبعا غير لائحة العقوبات سواء على الأندية أو المسؤولين اللي لسانهم طويل أو اللعيبة، واللي المفترض تكون مطبقة على الكل بشكل واضح بعد وقوع الواقعة مباشرة. قبل ماتش الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري، رابطة الأندية نزلت بيان قالت فيه إن الأهلي رفض استلام الدرع بعد الماتش بناء على طلب مارسيل كولر مدرب الفريق. خلص ماتش الزمالك وطلع مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي وقال أنا مش عارف ليه ما استلمناش الدرع. وبصرف النظر عن مين السبب في اللغط الموجود هنا، فوجود لايحة واضحة بتحدد امتى يتم تسليم درع الدوري تنهي كل المشاكل دي. يعني لو اللايحة بتقول ان الدرع بيتسلم فور ضمان التتويج بالدوري زي مثلا اللي بيحصل في الدوري الانجليزي وزي اللي حصل مع الزمالك في موسم 2021-2022،
لما استلم درع الدوري بعد مباراة الاتحاد في الجولة الـ 32 وقبل نهاية المسابقة بجولتين. يبقى ده واضح ويتنفذ في أي موقف مهما كان اسم المنافس. ولو اللايحة بتقول إن درع الدوري بيتسلم بعد نهاية المسابقة بصرف النظر ضمان التتويج حصل إمتى، زي مثلا اللي بيحصل في الدوري الأسباني، يبقى برضه واضح ويتنفذ في أي وقت وفي أي ظرف. عشان نكون منصفين، أكيد في حاجات اتحسنت في مسابقة الدوري بعد تولي رابطة الأندية مسؤولية الإشراف عليها، بس برضه المتوقع من رابطة الأندية ومع السرعة الكبيرة اللي بتتطور بيها دوريات حوالينا، ده بيتطلب منك إن أنت تدوس بنزين أكتر شوية في التطوير، خصوصا مع قلة الأندية الشعبية في الدوري المستمر عندنا واللي هيأثر أكيد بشكل عام على شعبية اللعبة. فأنت قولي بقى، أنت كمان عايز إيه من الدوري المصري الموسم الجاي؟